واعلموا أننا في خير وفي أمر، نعمة من الله عز وجل، والله إننا لفي نعمة قد يحسدنا عليها بعض من الناس. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ سبحان الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند مسلم: السعيد من وعظ بغيره. فتن أذكرها في دروس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لما قالوا عنه، لما أتت بعض الفتن وبعض من يتحدث ويتبع أخطاء وزلات الولاة، ماذا قال؟ قال: انظروا للواقع. ماذا قال رحمه الله؟ قال: أنا لا أدعي. اسمع، يقول ابن عثيمين، هذا العلم المتين ما هو علم فقط يعني من ذواتهم، لا، لأنهم قرأوا وعرفوا ما جرى فيما مضى، فيما جرى في التاريخ، وعرفوا النصوص الشرعية. ولذلك ماذا كان يقول رحمه الله؟ يقول: أنا لا أدعي أمامكم أني أعرف المصالح والمفاسد. قال كلمة واحدة، ما أجمل تلك الكلمة، قال: انظروا إلى الواقع واحكموا. يقول لهم في ذلك الزمن: انظروا إلى الواقع واحكموا حتى تعرفوا المصالح والمفاسد. وأنا أقول في هذا المقام: انظروا إلى الواقع في هذه السنوات وفي السنوات الماضية التي يعبر عنها، نسأل الله السلامة والعافية، تمليحا لها بالربيع العربي، انظروا إلى المفاسد والمساوئ.